واليوم الرابع على التوالي ولا زالت الحرب مستمرة، وطوفان الأقصى لا زال مستمر، مع طبعا غارات كتيرة، غارات بالطيران لإسرائيل على قطاع غزة بالطيران بس طبعا، لأن هم لا يجرؤوا ان هم يتحركوا بري. ولا زالت برضو رشقات الصواريخ بتضرب مناطق كتيرة في الداخل المحتل للكيان الصهيوني. لكن احنا اللي يهمنا دلوقتي في الموقف اللي احنا فيه دوت الجانب المصري، الذكر بتاعنا عبد الفتاح السيسي اللي داخل على انتخابات الرئاسة، حمينا وحرامينا طبعا، بعد ما اعلن ان مصر تبدأ تودي شاحنات مساعدة لقطاع غزة بعد الحصار التام اللي فرض عليها من خلال الحرب. للأسف بتهديد مباشر من الكيان الصهيوني المحتل ان اي مساعدات هتخش او اي عربيات مساعدات هتخش او هتعدي المعبر هيتم ضربها بشكل مباشر، ويتم التعامل معها من قبل القوات الصهيونية او قوات جيش الاحتلال الصهيوني. ده حصل دلوقتي، رويترز سجلت دلوقتي ان كان في اكتر من شاحنة بالفعل محملة بالمساعدات وكانت راحة لقطاع غزة على الحدود طبعا مع رفح الحدودي، الا انه تم عودتها، خدت امر بالرجوع ورجعت تاني بعد رصدها. ده نتيجة طبعا للتهديدات اللي خضعت ليها مصر. دي مش اول انتهاك من بداية الحرب، زي ما قلت لك السيسي دلوقتي بقى مداس في رجلين الصهاينة، بداية من ضرب معبر رفح المصري اللي ما كانش فيه اي خطوة او اي رد او حتى اي تهديد او اي كلمة تطلع تقول ان ده عيب او ما يصحش او غلط، امبارح والنهاردة نفس الحكاية، ضرب تاني الصبح، تهديد بضرب المساعدات الانسانية اللي هتروح غزة ولف ورجع تاني، والشاحنات لفت ورجعت تاني. فهو ده الذكر اللي هيمسك مصر الفترة الجاية واللي الناس هتديله صوتها 6 سنين قدام.